حلو الكلام؟ حلو الكلام. بتعمل ايه يا عم الشيف؟ انا هعمل دلوقتي طاجن الفول بالسجق، عايز ابدع فيه بصراحه. مقاديره على الشاشه: بصل خير ارضنا، البصل الابيض السنه دي ما شاء الله مال السوق، ومعانا فلفل حار، ومعانا فول متدمس في البيت في الدماسه اللي معايا من اول الشهر الكريم، ومعانا سجق بلدي. اشتغل يا شفيه ولا اسيبها مكانها؟ حاضر، نحط الطاسه على النار ونحمر البصلايه، ناخد الكرمله بتاعتها. البصل الابيض ده بيحب ان هو يقعد على النار شويه غير الاحمر عشان ياخد لون، لان لونه ابيض كده. ايوه، ننزل بالفلفل الحار. يا ويلي يا ويلي، هنسيب الشفته ونسيب كل حاجه، والسجق ينزل عليهم كده. عمنا السجق ده كده، الله، ونقلب كل ده مع بعض. حلوة، خلونا وده شغال على النار عشان نبقى واضحين مع بعض. طاجن السجق بالفول. نعم، لسه ما خلصتش، لسه ما خلصتش يا طيب. هو ده. لو قلت لي ليه، لو قلت لي ليه يا شفيه، والله اجيب لك الطبق ده واجي لغايه عندك في الكنترول. الله عليك. ولو خلص الفول، الله عليك يا برنس، حلو قوي. ادي الفول معانا فين؟ في الدماسه، في الدماسه. اهو 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 اهو، من جور السعيد يسعد. يا ويلي يا ويلي، هو ده هو ده. لا صراحه يعني انا لو انا باكل يعني وانا بعمل الاكل ده، حد يسالني هتاكل ايه يا شيف؟ لا شاورما ولا بصل ولا فرنسا ولا ايطاليا، فول المصري. عملت ايه يا شيف؟ طب ليه حفرت لها حفره وربنا يكفينا شر الحفر والجو بتاعك ده؟ عشان لما اهرس الفول كده في قلب المرقه بتاعته والشوربه بتاعته ما ضرش، لا ضرر ولا اضرار، ما ضرش السجق واهريه، ولازم السجق ده يبان من شخصيته. خلي بالك طلع نزل برضه، ده بروتين حيواني، وده بروتين نباتي. كل واحد يحفظ مقامه كده. ده الفول اهو. الله الله على الريحه، الله على الريحه، الله على الريحه. شويه الكمون اللي متعودين عليهم والتركيه بتاعت الشيف المغازي، فص توم ني في قلب الفول هيعلي المزاج قوي. وشويه كمون، فين الكمون يا ابني؟ تعالى يا غالي، هو ده يا ويلي. ونقلب الطاجن ده يا عم الشيف، ومعانا طاجن محترم ندخله الفرن. حلو الكلام؟ قلب، خلاص خلص، يلا ينسجم كله مع بعض. شفت التركيه هنا؟ ان انا اوسع للفول واهرسه قبل ما اقلبه، ده مهم جدا عشان اخد شويه جوسي من هرس الفول. وبعدين انا مش هرس الفول كله، يعني ثلاث ارباعه تقريبا كده عشان يبقى له قوام بس. خلاص بالله عليك يا شفيق، انا عايز، بص انت انت ما بتجاملش، انا عارف انك حر. لو انت قدامك على الفطار هتاكل انا واحد فيهم دول؟ الله. لا لا، لسه المفاجاه، لسه المفاجاه. جاهز. هو كده يا صراحه يتاكل، بس انا يعني جاي على بالي ادخله الفرن بصراحه. زي ما هو كده. يا ويلي، عذاب عذاب. هو ده طاجن الفول بتاعنا الجميل، هو ده. خلص الكلام، نقلبه بقى. هتدخله الفرن ليه يا شيف؟ انا احبه كده مزاجي اخد الفرن واديكي بقى وازيدك من الشعر بيت زي ما بيقولوا. هتعملي ولا مش هتعملي؟ لا اقول لك انا بصراحه، لا والله العظيم اقسم بالله، اللي هيقول دلوقتي ويتصل ويقول انا هاجل الموضوع شويه، بس اللي هيقول اللي في راسي طبعا محدش يعرف، اللي يعلم الغيب الله سبحانه وتعالى. بس هي في تركية كده، اللي هيقولها بصراحه يعني هجيب له الطبق ده لغايه عنده، وهاجي اطبخه عنده في البيت. لا والله ولا ده، بيقولي لي سمنه بلدي ولا ليا. يلا قول. انا اقسمت بالله وانا على الهوا، اللي هيقول دلوقتي ويتصل انا هاجي افطر عنده في البيت. والله لو في الصعيد، انا بحب الصعيد جدا على فكره، وبعشق الصعيد. مش في حمايه خالص، ده انا بقول لك ازيدك من الشعر بيت. لا بس بص، مش هيشتغل المخرج غير لما يعرف، هو دي طبيعته، مش هيشتغل غير لما يعرف، مش هيشتغل غير ده دلع، ده شغل بقى ايه عالي عالي، عايز تقعد كده لوحدك. ايه الجمال ده؟ بروتين. شوف بقى البروتين اللي هيكسب مين، بروتين الفراخ ولا بروتين اللحمه ولا بروتين الفول؟ الطبق الوحيد على مستوى العالم بيجمع ما بين ثلاثه نوع من البروتين، بروتين طيور وبروتين حيواني وبروتين نباتي. هندخله الفرن، ندخله الفرن، اللهم صل على النبي. لا لسه رشه ملح صغيره،
وايه كمان؟ ورشه بابريكا صغيره عشان البضايه. حلوه، يلا ندخلها الفرن. يلا اللهم صل على النبي. معايا طاجن فول، اللهم صل على النبي، هنسيب كل اللي على السفره وناكله. اهو انا عايزك تدلع الطاجن ده وتصورني معاه سيلفي يا شفيق. اهو اصحى معايا يا برنس. اهو هو ده، هو ده. اهو هخليه هنا، ما اقولكش شفت البيضه في قلب الفول بتتكلم مصر ازاي. هو ده، هو. طب تعالوا، ايه اللي بعد كده؟ نشيل ده كده، شويه بقدونس، خلص الكلام، ونشيل كل ده مش عايزينه.